السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الورد. في الخط ماشي الحين، وتذكرت موقف قبل يمكن 20 سنة. كان معي سيارة هونداي ومشيت من أبها إلى جيزان، وفجأة في وسط الطريق خربت وما أحد وقف لي في الخط، وأنا بعد الدرب يمكن 15 كيلو ولا 20 كيلو، والله أني جالس في السيارة وحر وانتظر أحد يوقف، أحد يفعل جميل، أحد شيء، ما واحد وقف. بعدها جتني زي الحالة النفسية إني إذا قد عندي موضوع ولا سفر أبكر شوي، أمشي قبل الموعد بساعة بنص ساعة. ليه؟ عساس لو حصلت أحد عطلان في الخط ولا شيء، ولا مساعدة، ولا سير خربانة، ولا يبغى سحب، ولا يبغى بطارية. والله قبل أمس وأنا طالع الوادي رحب، كان عداني راعي فورد مع عائلة، وطلع يوم وصل المحل هناك نشبت الفورد علقت، لا هي طلعت ولا هي نزلت، لا قدر يطلع ولا قدر يرجع، ونزل حريمه وعياله برا كذا في مكان هناك مسكين. فنزلت للرجال وقلت له يلا هات عفريته وخلنا نرفعها، وقعدنا نجمع حجر وبنينا بنايه تحت الكفر حتى انه استطاع انه ما شاء الله يعدي النقطه ويتعدها. يعني كم تاخرت؟ 5 دقائق 10 دقائق، وساعدنا مسلم وكسبنا اجر. ونيتي اذا الحين ما اشوف واحد متعطل الا اساعده قدر ما استطيع اذا عندي وقت، لانه يعني عندي موعد الساعه 9 في المكان الفلاني، عندي موعد الساعه 10 في المكان الفلاني، عندي موعد الساعه 11 في المكان الفلاني. اذكر مره من المرات والله وانا راجع من اليمن الى السعوديه، وفي الخط وانا ماشي واحصل صاحب بيجوت شاب سعودي ومعاه زوجته وعطلان في اليمن. يعني كم بين الحدود، بين الحدين، بين الدولتين هذول يمكن 100 كيلو. وقفت جنبه قال والله خربان السياره وانا جاي في شهر العسل انا وزوجتي هنا في اليمن قبل يمكن 15 سنه. قلت والله ابشر بالسعه، واطلع عندي ليور في السياره واربط سيارته واسحبها من اليمن الى السعوديه وادخل السعوديه. يعني به وانا اسحبه بالمقطوره هذه، مطبات وتفتيش وكلاب بوليسيه ومواصل، وادخل السعوديه. يوم دخلنا السعوديه بحوالي 10 كيلو قال وقف، وقفت. قال والله انا وصلت وبكلم صاحب سطحه ولا احد اقاربي. قلت والله ما في، ما افكك الا في باب بيتك. قال لا بالله، هم معنا سطحه واخواني جايين وما ادري ايش. فما انسى الموقف وهو ما ينسى الموقف، وابد الانسان لازم يكون له، يعني ما دام كثير السفر وطالع نازل لا يمنع ان تنوي نيه ان اي واحد متعطل تساعده. ترى في ناس يوقفون يقعدون 10 ساعات 8 ساعات، خاصة من الأجانب هذول القلابات التريلات، والله ما حد يطالع فيهم. الشيمة من الناس قطعت خوفا من يكون مهرب، يكون يقتلني، يكون مدريش. يا رجال ما عليك، الله كريم والله عزيز والله مطلع، والله مطلع على نيتك وعلى نية الشخص الآخر. فإن شاء الله ما نقطع الشيمة ولا القيمة ولا الدين ولا الإسلام ولا العروبة ولا أي شيء بحول الله. أنت استمر ما دمنا أحياء.